ما الواجب نحو من يصلي الصلوات بعد فوات أوقاتها؟ إذا تعمد ذلك أو تساهل فإنها لا تقبل منه، أما إذا كان محافظا على الصلوات في أوقاتها ومع جماعة المسلمين لكن عرض له نوم أو نسيان فإنه يقضيها إذا استيقظ أو ذكرها، وأما أن يتعمد ذلك فإنه لا تصح صلاته. نعم.